السلام عليكم مشاهدين الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي ندير معكم جوله في واحد البوتيك اللي سميتو سي اون ا، ونخليكم مع الفيديو. وهنا مازال كندور، لقيت هاد الحوايج هنايا نشارك معكم هاد الالوان، هاد السراول القندريسيين. وهنا غادي ندخلو نديرو جولة سي اون ا اللي كنت قلت لكم. صراحة كيجيبو حوايج غزالين، واللي كيعجبني عندهم كتر هو ان عندهم الحوايج ديال القطن.
اكسسوار. الذهب ديال الناس، الذهب ديال الناس اللي متوسطين. صراحة انا كناخذ من هادو، ما نكذبوش كذب على الله حرام، بحال هادي 8 اورو كنشري منهم بزاف. دابا انا تراني دايره وحدين كتخليهم بحال هكا للخروج، ما كيبغوش تعرقي بهم بزاف اولا تدوشي بهم، ولكن زوينين بحال هكا ملي تكوني خارجه. كنشري بزاف التخربيق وكنديرو ملي كنرجع للدار كنحيدو، لحقاش انا ديجا عندي حساسيه من هذا الشيء، يعني الا طولت به بزاف كيضرني في ودنيه، ولكن كنديرو بحال هكا غير بالخروج. غير فوا كنرجع للدار كنحيدهم، هادو تما غزالين واخا شويه ثقال، هذاك الشيء الثقيل واعر شويه على الودن كيطيحها. هادي هادي شنو هي هادي مسكينه طيروا لها خوتها. هاد الشيء الكيور فما كندخل هنا بنتي كتجي تقلب، راه كتقلب خواتم. ما يجيكش اينا عندي وحده في الدار، دابا نوريها لك ديريها، ما كتبتش كبيره بصح يبغى يعمر ايدي كلها خواتم. ها انتم الخاتم الاول، الخاتم الثاني، الخاتم الثالث. ايوا هادو زوينين صراحه، هادو غزالين عجبوني. هادو 5 اورو، ها انتم لا غلا على مسكين 50 درهم. كتخليهم غير بحال هكا للخروج كديريهم. اللي كانوا سولوني على السيكان هنا في المانيا، وقلت لهم بلي الصراحه السيكان هنا في المانيا عيانين، ما كاينش سيكان زوينين. انتما كيف ما كتشوفوا داكشي قديم قديم، ايطاليا هي البلاصه ديال السيكان. كيف ما كتعرفوا ايطاليا راه بلد الموضه، هنا المانيا راه باغين غايهزوا غا شي حاجه كبيره اللي كتهز لهم كلشي. انتما بحال هاد ساكادو، يعني هما باغين شي حاجه كبيره اللي تهز لهم كلشي وصافي. الطاليان كتلقاي عندهم لي مارك ديال السيكان، اقل ماركه كاع كاربيزا راه فيها داكشي غزال. ايوا هنايا ما عندهم الصراحه شي حاجه اللي زوينه زوينه. هذا هادو شويه واحد شويه زويونين. بلاتي انا نصور شنو ها انتوما جنسان بحال داكشي اللي كاين في المغرب ديال 50 درهم وديري لي 3000 ريال. ها انتوما 3000 ريال، 4000 ريال، ماشي شي حاجه اللي زوينه. دابا واش هذا يستاهل 4000 ريال؟ شو كيدير انا بعدا ما عجبنيش، انا ما عجبنيش. كنت واخده هاد الساك من الطاليان فوسيل وباقي مسكين ما خسر ما والو، مع ان دابا مع الدراري هزوا حطوا لوح في الارض
وما كيخسر ما كيخسروا صراحه لا ماك ديال الطاليان زوينه هاد تسمى واحد شويه ولكن ما عرفتش انا ما كيعجبوني صراحه انا السكن ما كيعجبونيش كيجوني بحال ديال المغرب بحال هذوك اللي كيتباعوا في البرانس ها انتم 13 اورو دو كيوجدوا لينا في البانطوفات صافي قال لك البرد جاي جيو شريو الصابوات وجيو شريو البانطوفات نتلبسو نطلع.